بداية ومن منطلق حرص دولة قطر على توفير ساحات وأماكن لعرض بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، وهذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة، فقد قامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المنبثقة عن وزارة الخارجية القطرية بتجهيز عدة أماكن في الأراضي الفلسطينية تجهيزا للمتابعين والمشاهدين. وكانت أولى هذه الأماكن في قطاع غزة، حيث ستجهد صالة الشهيد سعد صايل عرض كافة مباريات المونديال طوال فترة عرض المونديال. وبالمقابل وعلى التوازي تم تجهيز صالة عرض في مدينة رام الله بالضفة الغربية، صالة إبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويحي تم تجهيزها بشكل كامل لتناسب المشاهدين والمشجعين في الضفة الغربية. وسيكون هناك فعاليات وأنشطة دعما للمنتخب القطري العنابي ودعما لدولة قطر على استضافتها بطولة كأس العالم واستقبال ملايين المشاهدين على أرضها.